بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من دعا إلى الإسلام دينا ومنهجا، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المواطنون الأعزاء، تحقيقا للوعد الذي قطعناه في مثل هذا اليوم الخالد من العام المنصرم، ها نحن نلتقي بحمد الله في مدينة التاريخ والعلم والتراث، وقلعة الأصالة والمجد الأثير السامح، مدينة نزوى، العامرة التي كان لها دور بارز في مسيرة الحضارة العمانية، لا يزال يتألق نورا وضياء ورفعة وجلالا. لقد كانت نزوى معقل القادة العظماء وموكل العلماء والفقهاء ومرداد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. وإذا كان قد مر على هذه المدينة العريقة حين من الدهر كاد أن يطمرها غباره، إلا أنها اليوم تتبدى من جديد في قسيب زينتها، زاهية بتجديد مفاخرها، زاهرة بطريق أمجادها ومنجزاتها التي تحققت على مدى السنوات القليلة الماضية. وإننا لنرجو أن يمثل اختيارها لتكون المدينة التي يكتفى على أذينها بعام التراث منعطفا هاما يضعها في بداية مرحلة أخرى من التطور المستمر في مختلف مجالات الحياة. للاحتفال بالعيد الوطني الرابع والعشرين لنهضة عمان الحديثة في هذه المدينة العريقة، إنما هو تمجيد وتجديد لدورها الحضاري والفكري في حياة هذا الوطن العظيم. الغالي الذي يعمل بكل طاقاته وإمكاناته من أجل مستقبل أفضل تتحول فيه بعون الله
كل الآمال والطموحات إلى واقع مسدود ماثل للحياة لا يحتاج إلى دليل أو برهان. لقد بدأنا مسيرة البناء والتطور منذ فترة غير طويلة، كان سلاح هذا البلد خلالها في معركته ضد جميع عوامل التخلف وفي مواجهته شتى التحديات هو ذلك العزم الجازم والإصرار الحازم الذي أبداه أبناؤه العاملون في مختلف الميادين. من أجل ضمان النصر والتغلب على العقبات والصعاب وبالجهد والتفاني والإخلاص في العمل وبالتكاتف والتساند بين القادة والمواطنين، امتد عطاء النهضة الزاهرة إلى كل بقعة في أرضنا الطاهرة. سابقا للخير والنماء، زارعا للخصب والرخاء، مبشرا بغد أسعد وأمجد، فلله الحمد من قبل ومن بعد، وله الشكر والثناء على ما أصبر من نعم، وما أولى من جود وكرم، وما قيض من توفيق وسداد، وهداية ورشاد، ونسأله سبحانه المزيد من فيض آلائه وبركات أرضه وسمائه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. يزيد الشاكرين فضلا ويمحق الكافرين عدلا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. أيها المواطنون، لقد أسهمت عمان على امتداد تاريخها الطويل في صنع الحضارة الإنسانية، وكان لأبنائها جهد غير منكور في خدمة هذه الحضارة، فالموقع المتميز لهذا البلد الطيب والروح النضالية التي حملت العمانيين إلى أقصى الأرض أو إلى أقاصي الأرض، يذوقون الكحاب ويمتطون الأقطار فيلمسون بأيديهم ويشاهدون بأعينهم ويخالطون بقلوبهم وعقولهم صنوفا من الحضارات وضروبا من الثقافات وأشكالا متباينة من التقاليد والعادات، كل ذلك كان له ولا شك أثر بارز في البناء الحضاري الذي شاهده الآباء والأجداد، وصاغته الأجيال المتعاقبة تراثا حيا خالدا يجسد ملامح التاريخ وملاحنه ويعبر بصدق عن الثراء البالغ للتجربة العمانية الضاربة في أعماق الزمن. وإذا كان لنا أيها المواطنون أن نزهو ونفخر
بالإرث العظيم الذي تلقيناه عن الأسلاف، فإن ذلك يجب ألا يكون الغاية التي نقف عندها مكتفين باكترار الماضي، نباهي بأمجاده ونعيش على ذكرى مفاقد. فذاك خلق الحامل الذي لا أزم له، وحاشا أن يكون الحمالي كذلك. فلقد أثبت دوما أنه ذهن متوقف وفكر متجدد وروح وثابة تطمح إلى ارتياد الآفاق لا تنفني عن مطلبها إلا غالبة الطاقة، ملء إيهابها النصر المبين. ومن هنا كان لزاما أن نبني كما بنى وأفضل مما بنى. مستلهمين من عطائهم الإنساني العظيم دافعا إلى البناء والتعمير وحافزا إلى مزيد من الرقي والتطوير في تلاؤم مع العصر ومتطلباته وتواكب مع التقدم العلمي الخارق ومقتضياته. وإلا كان المصير لا ريب تخلفا سائلا عن الركب المتقدم لا يرضاه لنفسه إلا خائر فقد قواه، أو خائف متهيب ترتعش خطاه، أو متبلد تحجر عقله فزهد في الحياة. لقد أثبت التاريخ بما لا يدع مجالا للشك أن الأمم لا تتقدم ولا تتطور إلا بتجديد فكرها وتحديده، وهكذا الشأن في الأفراد. والجمود داء وبيل قاتل عاقبته وخيمة ونهايته أليمة. معاذ الله. لذلك عقدنا العزم منذ اليوم الأول للنهضة المباركة ألا نقع في براثن هذا الداء، وبقدر ما حافظنا على أصالتنا وتراثنا الفكري والحضاري عملنا على الأخذ بأسباب التطور والتقدم في الحياة البشرية. لقد كان واضحا لدينا أن مفهوم التراث لا يتمثل فحسب في القلاع والفنون والبيوت الأثرية وغيرها من الأشياء المادية، وإنما هو يتناول أساسا الموروث المعنوي من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوها مما ينتقل من جيل إلى جيل، وأن المحافظة الحقيقية على التراث لن تتم ولن تكتمل إلا بعطاء كل مفردات هذا المفهوم حقها من الجناية والرعاية. وقد نجحنا بحمد الله من
خلال السنوات الماضية لتحقيق جانب كبير من هذا الهدف الوطني الجديد. إن تحقيق حال للاحتفاء بالتراث ما هو إلا وسيلة قصدنا بها تركيز الاهتمام به وإلقاء جذوة التقدير له في نفوس المواطنين وتعميق شعور دائم في أعماقهم لا يخلو أبدا بأن حاضرهم موصول بماضيهم وأن مستقبلهم إنما هو نتاج جهدهم في ذلك الماضي وهذا الحاضر. وأنه بقدر ما يسهم به كل فرد منهم من فكر متطور وعلم متقدم وفن متحضر وعمل مفيد مثمر يكون مستقبل هذا الوطن أكثر إشراقا وبهاء وأغدق خيرا وعطاء وأعظم ازدهارا واستقرارا. لقد كان تعزيز قدرة الإنسان العماني على خدمة وطنه غاية كبرى وهدفا أسمى، ولتحقيق ذلك كان لا بد من نشر التعليم، وكان لا بد من ربط هذا التعليم بثقافة الأمة وحضارتها وموروثها التاريخي من ناحية، ومناهج العصر وأدواته وتقنياته من ناحية أخرى. لذلك أقيمت المدارس ومعاهد العلم المختلفة على امتداد الساحة العمانية، وهي تزداد على الأيام توسعا وتنوعا وفقا لحاجات المجتمع. وفي ضوء سياسة ثابتة تستلهم هذه الحاجات وتستجيب لدواعيها ومقتضياتها. ومن هذا المنطلق ونظرا لأن دراسة العلوم الإسلامية على المستوى الجامعي تتولاه في الوقت الحاضر جهات حكومية متعددة ووفقا لمناهج دراسية مختلفة، مما قد يؤدي إلى تباين في المستوى العلمي واختلاف في التوجه الفكري للخريجين في هذا المجال، ورغبة منا لتطوير هذه المناهج وتقويتها لتتواكب مع متطلبات المستقبل في توحيد الإشراف على تنفيذها وتحقيق غاياتها من جهة واحدة. فقد أمرنا بدراسة إنشاء كلية في الشريعة والقانون في مسقط تتولى إعداد المختصين في العلوم الشرعية والقانونية بمختلف فروعها وتخصصاتها، وبما يؤدي إلى بروز جيل من المؤهلين العمانيين قادر على تحمل مسؤولياته في هذه المجالات بكل كفاءة واقتدار. وإلى جانب هذه الكلية تتم الآن دراسة
إقامة معهد للقضاء العالي في نجوى. وهو معهد لإعداد القضاة الشرعيين والقانونيين الذين تحتاج إليهم المحاكم في المراحل التنموية القادمة، والملتحقون بهذا المعهد سيكونون من حملة الشهادة الجامعية بالشريعة أو القانون، وعند تخرجهم منه يمنحون دبلوما عاليا يؤهلهم للانخراط في سلك القضاء. إن تحديات المستقبل كثيرة وكبيرة، والفكر المستنير والثقافة الواعية والمهارات التقنية الراقية هي الأدوات الفاعلة التي يمكن بها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. لهذا فإنه لا بد لنظام التعليم من أن يعمل جاهدا في سبيل توفير هذه الأدوات في الوقت المناسب تحقيقا للغاية التي من أجلها أنشئ، وهي النهوض بالمجتمع وتطوير قدراته وإمكاناته ليتمكن من مواكبة مسيرة الحضارة في جميع الميادين. تلك هي مهمة نظام التعليم، وواجبنا جميعا مساعدته في إنجازها على أفضل وجه ممكن. أيها المواطنون، إن الأمن والاستقرار نعمة كل من نعم الله تبارك وتعالى على الدول والشعوب، ففي ظلهما يمكن للأمة أن تتفرغ للبناء والتطوير في مختلف مجالاتها، وأن توجه كل طاقاتها المعنوية والمادية نحو توفير أسباب الرفاه والرخاء والتقدم للمجتمع. كما أن مواهب الفرد وقدراته الإبداعية الفكرية والعلمية والأدبية والفنية لا تنطلق ولا تنمو ولا تزدهر إلا في ظل شعوره بالأمن وباستقرار حياته وحياة أسرته وذويه ومواطنيه. ولذلك كان من أهم واجبات الدولة قديما وحديثا كفالة الأمن وضمان الاستقرار حتى يتفرغ المجتمع بكل فئاته وفي طمأنينية وهدوء بال للعمل والإنجاز والإنشاء والتعمير. لذلك كان من أهم واجبات الدولة قديما وحديثا كفالة الأمن وضمان الاستقرار حتى يتفرغ المجتمع بكل فئاته وفي طمأنينية وهدوء بال للعمل والإنتاج والإنشاء والتعمير. أما إذا اضطرب حبل الأمن واهتزت أركان الاستقرار فإن نتيجة ذلك سوف تكون الفوضى والحرام والدمار للأمة وللفرد على حد سواء، وهذا أمر
مشاهد وواقف ملموس لا يتطلب كثيرا من الشرح والتوضيح. ومن ثم فإن على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا على مكتسبات الوطن ومنجزاته التي لم تتحقق كما نعلم جميعا إلا بدماء الشهداء وجهد العاملين الأوفياء، وألا يسمح للأفكار الدخيلة التي تتستر تحت شعارات براقة عديدة أن تهدد أمن بلده واستقراره، وأن يحذر ويحذر من هذه الأفكار التي تهدف إلى زعزعة كيان الأمة، وأن يتمسك بضد مبادئ دينه الحنيف وشريعته السمحة التي تحثه على الالتزام بروح التسامح والألفة والمحبة. إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبة، ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والثقافة. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بالحكمة والبيان، وضمنه المبادئ العامة والقواعد الكلية للأحكام الشرعية، ولم يتطرق فيه إلى جزئيات المسائل التي يمكن أن تختلف باختلاف الزمان والمكان، وذلك ليتيح للمسلمين الاجتهاد في مجال المعرفة والفهم الديني واستنباط الأحكام لما يستجد من وقايع وفقا لبيئاتهم وللعصر الذي يعيشون فيه، مع الالتزام الدقيق في هذا الاستنباط بتلك المبادئ العامة والقواعد الكلية. وعندما انتشر الإسلام خلال العصور التالية للعهد النبوي، ظهرت مسائل جديدة احتاج المسلمون إلى معرفة حكم الشرع فيها، فماذا صنعوا؟ لجأوا إلى الاجتهاد واستنبطوا الأحكام المناسبة، وكان من نتيجة ذلك هذا التراث الفقهي الثري المتنوع الذي نفخر به اليوم. لقد أثبتوا أن الشريعة قادرة على مواجهة مختلف الظروف في مختلف البيئات، غير أن تحلف المسلمين في العصور المتأخرة جعلهم يتحجرون على موروثهم من الآراء الفقهية، ورغم اختلاف الزمان لم يحاولوا التجديد في هذه الآراء وفقا للمبادئ والقواعد التي أقرها الشرع الحنيف وفي الحدود التي أباحها، كما لم يحاولوا إلا فيما ندر استنباط أحكام شرعية مناسبة للمسائل التي استجدت في حياته. وأقل ما يقال في هذا الجمود الذي ارتضاه المسلمون أنه لا يتمسى مع طبيعة الإسلام الذي يدعو إلى التطور الفكري ومواجهة تحديات كل عصر وكل بيئة بما يناسبها من الفنون المنطقية الصحيحة باستخدام قواعد استنباط الأحكام خدمة للمجتمع الإسلامي.
إنه لمن المؤسف حقا أن هذا الجمود الذي أدى إلى ضعف الأمة الإسلامية بخمود الحركة العقلية والنشاط الفكري فيها قد أفرز في السنوات الأخيرة نوعا من التطرف مرجعه عدم معرفة الشباب المسلم بحقائق دينه معرفة صحيحة واجبة، وكان من شأن ذلك أن استغله البعض في ارتكاب أعمال العنف وفي ترويج قضايا الخلاف التي لا تؤدي إثارتها إلا إلى الفرقة والشقاق والضغينة. لذلك ولكي لا يتخلف المسلمون ويتقدم غيرهم فإنهم مطالبون شرعا بتدارك هذا الوضع ومواكبة الحصر بفكر إسلامي متجدد متطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين قادر على أن يقدم الحل الصحيح المناسب لمشاكل العصر التي تؤرق المجتمعات الإسلامية، وأن يظهر للعالم أجمع حقيقة الإسلام وجوهر شريعته الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان. إن التجمد في الفهم الديني لا يؤدي إلا إلى تخلف المسلمين وشيوع العنف وعدم التسامح في مجتمعاتهم، وهو في حقيقته لأمر بعيد عن فكر الإسلام الذي يرفض الغلو وينهى عن التحدث لأنه دين يسر يحب اليسر في كل الأمور. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وليس بعد حديث الرسول من مقال. أيها المواطنون، لقد أصبح عالمنا الذي نعيش فيه اليوم متداخلا في كثير من قضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق فإن مواقفنا الثابتة التي علمناها دائما ستظل هي المبادئ الأساسية لسياستنا الخارجية ولتقييم تعاملنا مع الدول التي تلتزم بها كلها أو بجزئها. إن مراقبتنا للعالم من خلال السنوات القليلة الماضية قد أعطتنا أسبابا للتفاؤل، حيث أن الدول أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن الصراع المسلح بينها لم يعد مجديا بل معيقا لنموها ومهددا للسلام والأمن العالميين. وإن المنطق والشعور الإنساني يدعمان هذا الاتجاه كظاهرة تاريخية لم يشهدها العالم من قبل. ولكن من ناحية أخرى نرى مع الأسف أن وحشية الإنسان تجاه نفسه بدأت تبرز للعيان على مستوى أقل متمثلة في ظاهرة جديدة للصراع، هي ظاهرة القسوة التي تتبناها شريحة ضد بقية الشرائح في المجتمع الواقع. ولقد أصبح واضحا الآن أن على الدول أن تتعاون فيما بينها على وضع حد لهذا العنف الداخلي الذي يهدد بتدمير نسيج المجتمع في أماكن كثيرة من العالم، والذي يخشى أن تمتد آثاره السلبية
إلى مختلف أرجاء المأمورة إذا لم تتضافر الجهود الدولية من أجل مساعدة الشعوب التي تعاني من ويلاته على معالجة أسبابه معالجة صحيحة. شعبنا العزيز، إن السلام مذهب آمنا به ومطلب نسعى إلى تحقيقه دون تفريط أو إفراط، مصداقا لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. صدق الله. ولقد تتبعنا جميعا مسارات السلام المختلفة بشأن قضية الشرق الأوسط، وإنما تم تحقيقه من خطوات هامة بالنسبة للمسارين الفلسطيني والأردني، قد أعطى العالم مثالا نموذجيا يستحق الدعم والثناء من الجميع. وإسرائيل مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات على المسارين السوري واللبناني لتحقيق الانسحاب الشامل من الجولان والجنوب اللبناني. وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نشيد بدور الأردن الشقيق ودور عاهله جلالة الملك الأخ الملك الحسين بن طلال في دعم مسيرة السلام وما ترتب عنها من نتائج إيجابية. أيها المواطنون، نغتنم هذه المناسبة العظيمة لنهنئكم بذكرى هذا اليوم المجيد، وندعو الله العلي القدير أن نلتقي في العيد 25 وقد تحقق لهذا الوطن العزيز بعون منه تعالى وبتضافر جهودكم مزيد مما نصب إليه. كما نوجه تحية خاصة إلى قواتنا المسلحة الباسلة وكافة أجهزة الأمن الساهرة من أجل ضمان استقرار المجتمع العماني وحماية منجزات نهضته المباركة، وإذ نعبر عن اعتزازنا بهم وتقديرنا لجهودهم لنؤكد استمرار دعمنا لهم بما يزيد من كفاءتهم العالية التي نسير بها وييسر أداؤهم لواجباتهم الوطنية النبيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلا عمان الحبيبة بعين رعايته وعنايته، وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد أعدائها في نحورهم فينقلبوا خاسرين. كما ندعوه سبحانه أن يكتب لنا التوفيق والنجاح في كل خطواتنا على الدرب الطويل الموصل إلى آفاق المجد والعزة والتقدم. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.